تفوق وبدانا نجني البطولات بهذا الشكل. وعايز ارجع تاني اقول لك ان النجيل ده استفاد من الثلاث لقاءات بشكل كبير جدا هو الجهاز الفني بدك من ناحيه الخطط، من ناحيه التحرك، من ناحيه السرعه، أيوه. من ناحيه المهاره، من ناحيه كل الجوانب الفنيه او الاداريه للاعبتنا الموجودين في هذا الجيل استفادوا بشكل كبير جدا من الثلاث لقاءات. في لعيبه قدمت للجمهور يعني مساك من الجهاز والاداره لما بتكلم الجمهور قدمت اوراق اعتمادها او اعاده اكتشاف نفسها من اول وجديد. يعني بشوف مثلا لعيب زي طاهر انا بيتهيألي في البطوله دي مشاركته في الماتشات قدمت للنادي الاهلي امكانيات لجمهور الاهلي امكانيات طاهر محمد طاهر محمد هاني في ماتش البايرن يعني انا مش عايز اقول لك احنا بنعمل استفتاء كده جمهور كل مباراه افضل ثلاث لاعبين محمد هاني كان اكتساح في ماتش بايرن ميونخ حاجه جميله حمدي فتحي كل اللعيبه بصراحه انا مش انا بقول لك بس مش عايزين ننسى حد لا هم كل اللعيبه اجادد بصراحه احنا ما شفناش تاكد يا احمد ان الاستفاده دي هتبان على اول مباراه لينا المريخ في بطولة أندية أبطال الدوري. طيب.